إن أول رواية شيعية تصلنا عبر التاريخ هي رواية إبراهيم ابن محمد الثقفي المتوفى سنة 280 للهجرة، يعني في القرن الثالث، في كتابه أخبار السقيفة أو الغارات الأسم، يرويها عن أحمد بن عمر أو ابن عمرو البجلي عن أحمد بن حبيب العامري عن عمران بن أحيون عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام. طبعا كل عن يعني ما بيحدثنا أو أخبرنا، يعني واحد ينقل هيك أخبار طائرة. قال أبو جعفر أو أبو عبد الله جعفر بن محمد، قال والله ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته، يعني اجوا النار حطوها بالبيت وحرقوا بيته وطلع الدخان فأجبر على البيع. طيب، هذا الكتاب، كتاب السقيفة اللي هذا يروون عنه في القرن الثالث، يعني بعد وفاة الإمام الصادق بأكثر من 100 سنة ديروا الرواية هذا، وكتاب السقيفة هذا لم يصلنا ولم نعرف له أثرا، وإنما نقل هذه الرواية عنه الشريف المرتضى في كتاب الشافي في الإمامة في القرن الخامس الهجري. بعد 200 سنة جاي واحد ينقل عن كتاب قبل 200 سنة، عن شخص قبل 100 سنة، عن حدث قبل 150 سنة. لاحظوا كيف الرواية يعني عجيبة غريبة، يعني أي بعد فاصلة زمنية تقدر بأكثر من 100 عام وبلا أي سنة. ولا هو المرتضى عندما ينقل عن هذا الكتاب بدون اسم، قال إبراهيم ابن محمد الثقفي في كتابه. طب منين جبت الكتاب؟ من روى لك الكتاب؟ كيف تأكدت من عند هذا فعلا هو راوي؟ كيف تأكدت من السند السابق؟ لا تبحث عن السند. والآن الأخباريين يشيلون حملة علينا الآن في أثناء الحديث أنه أنت لماذا تعتمد يعني السند، دراسة السند، وهذا علم سني هذا. يعني فعلا شيء مضحك أن واحد عندما يبحث ويحقق يعني يصبح هذا التهمة، لماذا تبحث وتحقق؟ يجب أن تقبل هذه الأساطير كما هي بدون تحقيق، وإذا حققت وبحثت، وهذا أدنى شروط البحث العلمي. يعني هذا مع الأسف الشديد الشيخ عبد الحليم الغزي وجماعته اللي ينادون بالمنهج الأخباري أنه تعالوا نقبل هالروايات بدون تحقيق، يعني منتهى الجهل ومنتهى التخلف ومنتهى يعني شنو أقول عنه. يعني أنت الآن لو أي طفل في أي مدرسة تروح تقول له أنا أقول لك رواية بهالصورة، هاي يضحك عليك. مع الأسف هؤلاء بتصفط له كتب جديد حواليه ويدعي العلم، وبالتالي ينكر أو يرفض المنهج العلمي في البحث والتحقيق، ألف باء التحقيق ينكره، أنه يجب أن نقبل بالروايات كما هي بدون تحقيق، وإذا أنت نقلت رواية صرت سني، وهذا منهج سني أنت مستورده، وعلماء الشيعة كلهم أصبحوا سنة لأنهم استخدموا منهج بحث السند مثلا، علم الرجال، الرجال السني. فعلا مضحك، يعني مضحك ومبكي في نفس الوقت. مبكي أن علماء، أن يجي واحد في القرن 21 يتكلم ضد علم الرجال اللي هو ضعيف الاستعمال عند الشيعة، يعني لا يستخدم بصورة جيدة وقوية حتى يتم نخل الخرافات والأساطير. هذا يريد يقبل كل الخرافات والأساطير حتى يضرب لك المنخل ما نحتاج له. خل ناخذ الأمور كما هي. ولعل هذه الرواية هي نفسها التي رواها الشيخ المفيد أستاذ المرتضى في أماليه صفحة 38 عن الثقفي، أيضا ذاك ينقل عن الثقفي، ولكن عن كتاب الغارات قال كتاب ذاك، قال أخبار السقيفة هذا سماه الغارات. وكان هذا الكتاب يتضمن شرحا للوضوء يختلف عن رأي الشيعة المعروف، وهذا ما دفع مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني للتعليق عليه بالقول إن الرواية المذكورة في كتاب الغارات لا يمكن الاعتماد عليها، وذلك لمعارضتها لروايات متواترة صحيحة تصف الوضوء على طريقة الإمامية المتعارفة المتبعة، لذا فهي ساقطة عن الاعتبار. لاحظوا هنا في رواية بسيطة صغيرة حول موضوع الوضوء، مكتب السيد السيستاني ينسف هذه الرواية ويقول هذه مخالفة وهي ساقطة عن الاعتبار،
وقد روى هذه الرواية الشيخ المفيد في أماليه بنفس السند، إلا أن نصها يؤكد طريقة وضوء الإمامية خلاف النص الوارد في كتاب الغارات، مما جعل المحقق النوري صاحب المستدرك على الوسائل أن يعتبر ما ورد في نص كتاب الغارات هو من تصحيف العامة أي من تحريفه. لاحظوا هنا نقطة، يعني ولو الحديث عن موضوع ثاني عن الوضوء، ولكن الكتب تصحف ويجي واحد ينقل نسخة ويكتب الشيء ثاني كما يريد، ما كان في مطابع ولا كان في توثيق ولا في كان كذا، فأي واحد كتب كتاب ويكتب كما يشاء، ويجي واحد آخر يطبع له نسخة ثانية نفس الاسم نفس الكاتب ويحط له مواضيع أخرى. فإذا عملية التزوير والتلاعب والتصحيف كانت رائجة في هذه الكتب، ولذلك الشيعة ما يقبلون رواية واحدة من هذا الكتاب هي رواية الوضوء، فكيف يقبلون روايات أخرى والكتاب منقطع وما مسند ولا يعني متصل الرواية؟ وهذا ما يؤكد تعرض الكتاب المذكور غير المسند إلى تلاعب وتحريف وتصحيف، ومع ذلك فإنه لم يصلنا ولا نعرف عنه شيئا، هذا الكتاب وين ما نعرف عنه، فكيف يمكن أن نثق بأية رواية فيه يرويها رجال جاءوا بعده بسنين طويلة؟ وكيف يمكن أن نصدق رواية الثقفي عن الإمام الصادق حول عدم بيعة الإمام علي لأبي بكر إلا بعد رؤيته للدخان في بيته قبل الثقفي 150 سنة 100 سنة؟ وهل يمكن اعتبار هذه الرواية مسندة وصحيحة أو متواترة مثلا؟ وإذا كان يمكن للعامة أن يحرف الكتاب، فلماذا لا يمكن للخاصة أن يفعل ذلك؟ يعني الشيعة يعني هم يضيفون للروايات أخرى ويضيفوا عليه ما يشاءون، احتمال وارد الكتب كتاب مجهول وكل واحد يروي عنه ما يشاء. طيب هذا خلصنا من عنده، أنا فقط أقول رأيت الدخان.